essere mia. Non lo vorrà dire. على الدولة على مدنيه
تقول المدنية ما تشي عسكرية تقول المدنية ما تشي عسكرية لا دوستي وكاين اللي خلوا اليوم هي رجعت لاريزون المكتوب رب العالمين رجعت لاريزون لي مارتير ماشي هذا العكس
دولة مدنية ماشي عسكرية
بما تغن سموش ترى يتكلم Thank you.
الحراك واجب وطني هذا الحراك واجب وطني هذا الحراك واجب وطني تأتي الاستقلال لجينيو طلب وقال والجزائر تأتي الاستقلال لجينيو طلب وقال والجزائر تأتي الاستقلال لجينيو طلب وقال والجزائر تأتي الاستقلال لجينيو طلب وقال Nous allons enlever toutes les lois qui sont contre les libertés et à ce moment-là, nous mettrons en place une terrasse qui peut permettre à tous les programmes des Algériens de compétitionner entre nous. السعير لشوف السوثور وجود الجزائر أجدون الجزائر أي السوثور يواكنيا العسكر أجيني قد فنت أمور سيثينو ستينة واسا أذرف ذني فاس النسلة في ثمور وأذو حنا ذو النسلايين ذو جدوذ النسن أخطر ثمور ثقين بجدوذ ينس ثمور ثقين الشعبينس ماشين نواقي ماشي نوين يطفن نوين يطفن الجماعة نوين يطفن هذا لبايونات الساقي إلى قد أدفغنا الوبريد أدفغنا نيمان نسان لي جينيرو ياقي ماشي يفغان ماشي يفغان يا الطارة سي نورمال هذه قيم السيستم عامين ياقي ودي جميعها راهو لا تدورو ذوك 2000 مليار لي دولار يكتوا كون ديك مور تاقي سيني سكواسنا ياقي ضرور تنجمع هذا لاش قرنوا لاش ولاش ولاش لاش 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 تشم ضبرت ضبرت تكوني لي زامبو هاك ناس كم زامور ايه نسوثورد هاك ناتيلي لا ترانزيسيون ديموكراتيك هاتيلي اون كونفيرونس ناسيونال انديبوندونت ونروح فير اون اسومبلي ناسيونال كونستيتيون ثمن داوذني يخدم ذا كوستيم ايمانيس دبون اتنبدل اتنر ثمن داوذ ندوخ دوذ Le peuple algérien demande une transition démocratique, indépendante. Il demande une conférence nationale indépendante qui va nous permettre d'aller vers une assemblée constituante souveraine qui va revoir totalement la constitution costume qu'a fait M. Tebboune et ses amis décideurs militaires. Nous voulons un État démocratique dans lequel il y a un État de droit. Nous voulons un État où les pouvoirs sont équilibrés et se contrôlent entre nous, entre eux. Nous voulons un État où il n'y a plus de police politique. On ne peut plus être arrêté ou torturé. Un État où la torture sera exterminée et ses auteurs payeront devant des tribunaux. Nevran Doulan, il y a la dissous qui soit à Zubgin Lenin. Il a révérdi. Doulan, il y a eu la dissous à Zubgin Lenin. أنا حابين دولة ديمقراطية مستقلة حقيقية ودولة القانون اللي تنحي فكرة التعذيب من مؤسسات الدولة اللي تعاقب الناس اللي تمارس التعذيب وشكرا. كاين اللي يفكر ينقل وفك وقيد المواطن الجزائري كاين اللي كاين نقول بأنه لا للنظام الذي يتسلط على إرادة الجزائر كاين اللي يفك وقيد كاين اللي يفكر وفك وقيد على الفكر على حرية العمل على حريه على اراده الانسان الجزائري، الجزائر مقيده، الانسان الجزائري مقيد، ولذلك نقول لا للنظام الذي يقيد اراده الجزائري، لا للنظام الذي يقيد الفكر الجزائري، لا للنظام الذي يحتقر الانسان الجزائري، الانسان الجزائري حر وهذه هي كلمه
Partagez, 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 part